أفضل وأروع متصفح بدون إعلانات. السلام عليكم، كما ترون إخواني في هذه الحلقة سنخصصها إلى متصفح براف. الكثير من الأشخاص قالوا لي كيفية ترجمة موقع براف أو متصفح براف إلى اللغة العربية. سنقوم الآن في هذه الحلقة بشرح كيفية استرجاع موقع أو تحويل موقع أو متصفح براف إلى اللغة العربية، وأيضا إذا كنتم مهتمين عن طريقة الربح في موقع أو متصفح براف فاتركوا لي نعم في التعليق لكي أقوم بشرح لكم كيفية الربح عملة بات من موقع براف، وأيضا التي تساوي 0.30 سنت. كما ترون إخواني هو أفضل من جوجل كروم، إذن سنقوم بتوديع جوجل كروم. سنقوم بالدخول إلى براف كما ترون، ثم سنقوم بفتح نافذة، ثم سنقوم بكتابة يوتيوب. كما ترون فإنه أسرع من جوجل كروم مهما كان الويفي ضعيف. كما ترون إخواني سنقوم الآن بشرح طريقة استرجاع الموقع إلى اللغة العربية. كما ترون الموقع الآن باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية. سنقوم بالضغط على تلك النقاط الثلاثة على اليمين، ثم سنقوم بالذهاب إلى Setting أو Parameter، ثم سنقوم بالنزول إلى الأسفل عندما نرى لالونغ أو اللغات. كما ترون إخواني لقد قمت بإضافة اللغة العربية أنا من قبل كما ترون، ولكن لم أحول الموقع إلى اللغة العربية. سنقوم بالضغط على Add، ثم سنقوم بالبحث عن اللغة التي نريد من هنا. مثلا سنبحث على عربي، أنا لن تظهر معي العربية لأنني قمت بإضافتها. سنقوم مثلا بإضافة اللغة إسبانيا كما ترون، ستظهر أمامنا مباشرة. كما ترون إخواني هاي، سنقوم بالضغط على مربع ثم أد أو إضافة. كما ترون سنقوم بالضغط على تلك الثلاث النقاط على اللغة العربية، ثم سنقوم بالضغط على المربع الأول، ثم سنقوم بالضغط على هذا الخيار كما ترون إخواني على اليمين. سنقوم بالضغط عليه، ثم سيقوم بالخروج من المتصفح، ثم سيقوم بالدخول مباشرة إليه. كما ترون إخواني هذا هو المتصفح الخاص بنا. كما ترون لقد تم تحويله إلى اللغة العربية. كما ترون إخواني هذا هو الموقع، تم تحويله كاملا باللغة العربية، أو تقومون بتحويله إلى اللغة التي تريدون. كما ترون نقوم بالضغط على ذلك المثلث. كما ترون لدي تقريبا 0.020 من عملة بات. كما ترون عملة البات تساوي 0.30 دولار، هي ربع دولار تقريبا، تساوي تقريبا 3 دراهم مغربية. كما ترون إخواني إن كنتم مهتمين بطريقة الربح من متصفح براف فأتركوا لي نعم أو مهتمين في التعليق لكي أقوم بشرح لكم الطريقة إخواني. كما ترون إخواني سنكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك ثم اللايك. كما ترون إخواني والسلام عليكم.